الحمد لله رب العالمين يا رب، ارزقنا الصبر على البلاء وارزقنا الرضا بالقضاء وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله، العز كل العز في طاعه الله، والذل كل الذل في معصيه الله. قيل لتقي الدين الحسن البصري رضي الله عنه: يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. يا تقي الدين، يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ أي الأيام عندك عيد؟ يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. ابن آدم، ابن آدم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من علم القرآن؟ من خالق الإنسان؟ من علمه البيان؟ من جاعل الشمس والقمر بحسبان؟ من له النجم والشجر والسدان؟ من الذي رفع السماء ووضع الميزان؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من الغفور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الوفي؟ من الكريم؟
وحدنا واحد. ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رافع السماء بلا عمد، يا رافع السماء بلا حمد، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من الذي يخرج الحي من الميت من الذي يخرج الميت من الحي من مالك الملك من الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء من الذي يعز من يشاء من الذي يذل من يشاء من الذي بيده الخير من الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يرزق من يشاء بغير حساب.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الصادق الأمين، هو الصادق الأمين، هو الصادق الأمين. يوجه هذا الزوال إلى أمته فيقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا سيد العقلاء، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فيما هادية وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله والله ما خلق الإله ولا ظرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا وطلعت في الأكوان فينا هادية وبعثت في الأرجاء بدرا نيرا، والله والله ما خلق الإله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. القلوب أقسام ثلاثة، مع تحيات تسجيلات القلوب القاهرة، أقسام ثلاثة: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. فما بيان كل من هذه القلوب؟ أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة أنتقل بحضراتكم إلى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فهيا بنا إلى حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه.
دولة القلوب لا يملك مفاتيحها إلا خالقها وحده. ولذا يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: إن قلوب بني آدم جميعا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولذلك فالقلب السليم هو القلب الذي يقول فيه مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: الإخلاص سر من أسراري، استودعته قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. فمن أسلم القلوب؟ القلب الأول هو قلب سيدنا محمد القلب الأول على رأس القلوب السليمة هو قلب سيدنا رسول الله. اسمع إلى ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لرسالته صلوا عليه. هذا هو القلب السليم، لا يعرف الرشد ولا الحسد ولا البغضاء ولا السخناء، إنما هو قلب يقول فيه مولانا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله الله. أما القلوب المريضة فقسمان: مريض بالنفاق ومريض بالشهوة. القلوب المريضة قسمان: مرض نفاق ومرض شهوة. أما مرض النفاق فأن يكون القلب في داخله أسود، سواد لا يعرف الخير، لا يعرف نور الله،
أن نستجد أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفوف، فإن أتت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. اسمع إلى ما قاله سيد العالمين: يقيم مملكة الرضا فيقول: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. لقد راودته الجبال لتكون ذهله ذهبا وفضة للحبيب لسيدنا رسول الله، لتكون له ذهبا وفضة، فقال: يا رب بل أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأذكرك وأشبع يوما فأشكرك فأشكرك. قلب سليم لا إله إلا الله. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة باليسم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. لا اله الا الله. وحد واحد. وحد واحد. ماذا؟ ماذا حدث؟ هي القناعة. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطب والكفن؟ ارضى، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس من فضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة. قل الله، قل الله، قل اللهم مالك الملك. الله الله الله. إنما مثل
مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ما قيمة الدنيا؟ ما قيمة الدنيا إذا حلت أو حلت إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا جلت أو جلت وإذا أينعت نعت وإذا أينعت نعت وكم من قصور تبنى وما تبنى وكم من مريض عدنى وما عدنى وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات كم من ملك رفعت له علامات فلما علامات لما على مات كم من ملك رفعت له علامات فلما على مات كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وحدوه وحدوه من الباقي من الدائم من الملك من الحق من المبين من الخالق من البارئ من المصور من العزيز من الحكيم من الذي لا يغفل ولا ينام من الحي من القيوم من العلي من العظيم فبعدما ألقى السلام على رسول الله قال له سيدنا المصطفى يا فرنسي أي شيء تشكو قال أشكو سوء الخاتمة يا رسول الله أشكو أخاف أخشى سوء الخاتمة هذا إمام أحد الأئمة الستة الذين لهم كتب في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله وكان الإمام الترمذي رجلا مكفوف البصر بمعنى أنه سمنه قول سيدنا محمد رواية عن الله تعالى في الحديث القدسي الجليل إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم أجد له جزاء إلا الجنة الله الله
سواه. يا جبريل يا جبريل، ما جزاء عبدي إذا أخذت منه عينيه فصبر؟ قال جبريل: أنت أعلم يا رب. فقال له الله: لم أجد له جزاء إلا النظر إلى وجهي والسكنى في جواري. النظر إلى وجهي، النظر إلى وجهي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت الساق الساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. لا إله إلا الله. يا ترمذي، أي شيء تخشى؟ قال: يا رسول الله، أخشى سوء الخاتمة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قومي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يرى رسول الله في المنام فيسأله، والرسول يرد عليه ردا سليما مقنعا. ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما من ليلة منتها إلا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو نمت ليلة ولم استهنت نفسي بأنني منافق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا؟ إن السماء أرسلت قرآنا معوه، اسمعوه، فإن الحقيقة كلها فيه. ومنهم من عاهد الله، وإلا كان من هدوين لصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله من عدوه. يوم قلب القلوب تعود قلوبنا على جهه. يا مقلب القلوب، يا
تقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك. الدنيا ساعة، اجعلها ساعة، والنفس طماعة، عودها القناعة، عودها القناعة. نفاق العقيدة صعب وخطير كنفاق ابن أبي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. اللهم ارحمنا وعافنا. هكذا حكمت محكمة العدل القرآنية على كل منافق. نفاق العقيدة أصحابه في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد من الكفار نفاقا وكفرا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله ويقول قبل ما ينام: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت يدي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هكذا كان أدعو الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا كان أدعو ربه. أيها الإخوة الأعزاء، اسمعوا إلى ما قاله سيد الخلق عن الأمة، عن أمة الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. جسد واحد. ولذلك فانك اذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة فان الله تعالى سيسألك ثلاثة اسئلة. السؤال الأول يقول لك: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، لوجدتني عند عبدي. استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: وكيف أسقيك وأنت الله؟ فيقول الله: استسقاك فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: وكيف أطعمك وأنت الله؟ فيقول الله: استطعمك فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عيادة مريض وسقيا ماء وإطعام طعام، أين هذه المعاني بين المسلمين؟ أين هذه المعاني بين المسلمين؟ وقد قال حتى وكالات الأنباء العالمية أن عدد القتلى في أفغانستان بلغ حتى الآن نصف مليار واحد. نصف مليون، نصف مليون واحد من أمة الإسلام.
جلحتهم روسيا وحرقتهم بالنضال وسلطت عليهم حرب الاوبئه حرب الحشرات. حرقتهم روسيا بنارها وقتلتهم باسلحتها وذبحتهم بسيوفها، والمسلمون 1,000,000,000 على وجه الارض. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ 1,000,000,000 مسلم على وجه الارض، ومع ذلك يذبح من المسلمين 500,000,000 ممن يقولون لا اله الا الله، فلا يجدون يدا تمتد اليهم لتنقذهم من هذا الوباء. امة تملك الطاقة وتملك الموقع وتملك النقد المالية، امة يجري البترول في ارضها كالبحار، ومع ذلك تدفع مالها الى بنوك اليهود في اوروبا وامريكا لتستعين اليهود بمالها وتذبح المسلمين بمالنا، والمسجد الاقصى تحت ايدي الكافرين، والمسلمون في غفله معرضون عن ذكر الله. ما هذا؟ ما هذا الذي بها الأمة؟ ما هذا الذي سيطر على الأمة؟ ما هذه العصلة؟ ما هذه العصلة يا أمة الإسلام؟ يراد من الأمة 500,000,000 موحد، ومع ذلك لا يتحرك أحد. أين نحن مما كان عليه الرسول؟ أين نحن مما كان عليه الرسول؟ الرسول الذي حبب الأمة في الجهاد وجعلها أمة جهاد لا تعرف الذل ولا تعرف العوال، أمة تجد ريح الجنة في المواقع الحربية. لقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، بايعني على الجهاد والهجرة فبايعه الحبيب عليه الصلاة والسلام، ودار صلح الحرب ونزل الرجل المعركة، وغنم الرسول غنائم كثيرة ووزعها على اصحابه، ثم اعطى ذلك الرجل شيئا من الغنائم فلم يرضى ان يقبل من الغنائم شيئا، وقال لسيدنا محمد: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ ما بايعتك على المال، انما بايعتك لارمى بسهم هاهنا فاقتل شهيدا فادخل الجنه. الشهاده، العزه، الكرامه، الرفعه، العلو، نشر الدين، ما على هذا اخذت العهد، انما اخذت العهد لارمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا، إن تصدق الله يصدقك الله. فنزل الرجل المعركة وظل يقاتل حتى قتل، وجيء بالجثمان إلى رسول الله ليصلي عليه، فقال الرسول: من هذا؟ فقالوا: هذا هو الأعرابي الذي بايعك على الجهاد والهجرة. فقال الرسول: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. فقال الرسول: صدق الله. فصدقه الله، صدق الله، فصدقه الله.
انها امة الجهاد لا امة التراكم ولا امة الكسل. واذا كانت روسيا قد قتلت من الافغان نصف مليون فان الحرب الدائرة بين العراق وايران فيها نزيف دموي رهيب. استيقظوا يا امة الاسلام، استيقظوا يا امة التوحيد، استيقظي فان الخطر محتدم، ان الخطر محتدم، ان المصاب جسيم. اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احد كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعلي كلمة لا اله الا الله. اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان، اللهم ارفع راية الاسلام في كل مكان. ايها الاخوة الاعزاء، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد فضل القلوب ودوائها وعافية الابدان وجزائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاة. انا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. ايها الاخوة الاعزاء، تهجهوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى واقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله ونذلنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى عليه رجاله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. لا اله الا الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يقول الامام جعفر الصادق رضي الله عنه: عجزت لمن ابتلي بارضع كيف ينسى ارضعا. اربع حاجات الله خلق لها دواء وجعل لها مع الدواء شفاء. وحد يا مسلم ان لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على رسول الله. من ابتلاه الله عن خطأ
أن يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلاه الله بالمرض فعليه أن يكثر من قول مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ومن ابتلاه الله بالغنى فعليه أن يكثر من قوله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن ابتلاه الله بالمكر مكر العباد فعليه أن يكثر من قوله تعالى وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وحد أخوان لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا سلام. ولذلك سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه جاء إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن ابني قد خرج مجاهدا معك ولكنه لم يعد وليس لي إلا هو. فماذا قال له الرسول؟ وحد يا مسلم وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد. قال له يا عوف أكثر أنت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم النبي داود لا حول ولا قوة إلا بالله. نتوحد يا سيدي إن لا إله إلا الله. ورجع عوف إلى زوجته وسألت ماذا أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فماذا قالت؟ قالت صدق رسول الله. قوة إيمان. قوة إيمان بالله. النبي الذكي قال لها أني أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. نتوحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد. لا واحدة غيرها كانت قالت طيب ولا حول ولا قوة الا بالله ده هتعمل لنا ايه؟ لا انما الايمان هو الايمان. الانسان اللي عنده قوة ايمان يعتمد الاعتماد كله على من لا يغفل ولا ينام. قالت له اكثر نكثر من حول لا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة الا بالله. طيب ماذا؟ جرب. وجلسا يذكران الله بهذا التسبيح والتحميد لا حول ولا قوة الا بالله. ودخل الليل وفي منتصف الليل اذا بالباب يطرق فقال عوف ليفتح الباب وإذا بالطارق ابنهما الذي كان غائبا. هذا اللي كان غائب ووراءه من غنائم المشركين شيء عظيم. فتح الباب ودخل الغائب وإذا بعوف بن مالك يذهب إلى سيدنا رسول الله. وقبل أن يذكر ما حدث للنبي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا عوف بن مالك لقد أنزل الله في شأنك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وحد وحد لا إله إلا الله وسمعنا الصلاة على حبيب الله. يا سلام يا سلام. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون.
يعني لا مهرب من لقاء الله. يعرف نزل قرآن الآن في شأنه. ايه القرآن؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. قد جعل الله لكل شيء قدرا. متوحد حبيب لا اله الا الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى ايه؟ خوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما وقف بين الاموات في المقابر قال لهم يا اصحاب المقابر ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنت وان نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم. انا عايز اتوحد. يا سلام يا سلام. هي دي حقيقه السنه. الاموال قسمت، الديار سكنت، النساء تزوجت. ثلاثه بيتبعوا الانسان بعد وفاته، ثلاث اصحاب. الصاحب الاول ما يسيبش البيت ابدا، قاعد في البيت. الثاني يتم ماشي لغايه المقابر ويرجع. الثالث هو الوحيد اللي يدخل مع صاحبه. الاولان ما يطلعش، اللي هو المال. المال اللي الانسان قطع به الارحام واكل به الحرام، ومال اليتامى والمحتاجين والقصر وغصب ونهب. المال ده اول الانسان ما يموت يقول له توكل انت ماليش دعوه بيه، ده انت مالي. لا، من الان لست مالك. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر بعض الاغنياء في بني اسرائيل. واحد غني من اغنياء بني اسرائيل ربنا ارسل اليه ملك الموت في صورة رجل فقير. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ملك الموت لبس ثوبا ممزقا وذهب ليقبض روح هذا الغني. اول ما وقف على الباب الجماعه الخدم والحرس، انت رايح فين؟ قال لهم انا عايز الراجل الغني، عايز صاحب البيت. قالوا له يا عم توكل على الله، انت تقدر تدخل له. انت مين يا غلبان؟ اذا كان لازمك حسنه خد الحسنه وانصرف من هنا. ده لسه في الم سكرتاريه، ولسه في الم مدير، والم استعلامات، وبنشر. وحد لا اله الا الله وسمعنا الصلاه على النبي. يعني ايه؟ يعني مش ممكن. قالوا مش ممكن. ده الراجل ده ما يتكلمش غير الناس اللي هم كبار. يقولوا له ان ملك الموت يريد ان يزورك. ايه ملك الموت؟ ازاي الكلام ده صح؟ الكل بلغ قراره ودخل على الباشا الكبير. يا باشا نعم، واحد على الباب بيقول ان هو ملك الموت وعايز يدخله. يا فاتحك اللهم انتم اللي متاكدين عايز بيعانا ولا عايز واحد منكم؟ الله الله والله عايزك انت، مش عايز غيرك. صل يا حبيبي اللهم صل على رسول الله. عايزك انت. قال له اكله. قال له هدى بيستأذن. قال له خليه يقف. بس قعد قدامه. انت من؟ قال له انا ملك الموت.
قال لي زائرا جئت ام قابضا؟ قال لي بل قابضا. وانا حضرتك احنا يعني معرفه قبل كده هنزور بعض يعني واخدين على ان احنا بنقعد نشرب شاي قهوه مع بعض؟ نحن لا ناكل ولا نشرب. الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار، انما يسبحون الله ليلا ونهارا، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يغفلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نتوحد الواحد القهار لا اله الا الله. يا سلام. طيب قال لي اديني فرصه. قال لي انت لسه قدامك شويه بس انا قاعد معاك. فامر ان يؤتى بالمال امامه، هات الخزنه جاب الخزنه. فنظر الى المال وقال له ايها المال انت الذي انقيتني ربي. ايها المال ايها المال انت الذي انقيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. يا سلام يا سلام. انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي بيحصل ساعة الانسان معه فقير اهو بدي يصلي، راح في الراح المسجد اصلي العصر اصلي المغرب، ساعة ما يغتني ما يعرفش المسجد يقول لك انا وقفت صلاه لان انا راسع الركب بيعمل ركب للبنطلون. طيب وكان زمان ما فيش ركب. ها لان اغتنم لان اغتنم. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثره العرض انما الغنى غنى النفس. الغنى غنى الناس. لما واحد هيرجي هيقعد جنب النبي عليه الصلاه والسلام، واحد غني مليونير جه قعد فما لقاش مكان الا بجانب الفقير، فجه جامع هدومه وقعد. النبي لاحظ المساله دي، قال له ايها الغني لما تجمع اطراف ثوبك؟ أخشيت أن يعطيك الفقير من فقره؟ أم خشت أن تعطيه أنت من غناك؟ وحد. قال يا رسول الله إنه جزاء ما سولت لي به نفسي، فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير أتقبل هذه الهدية أيها الفقير؟ فقال الفقير لا يا رسول الله. قال الرسول لماذا؟ قال الفقير أخشى أن أقبلها فأصبح غنيا فأتكبر على عباد الله. لا إله إلا الله. مرضتي يبقى غني. الغني بيقول للمال انت الذي انسيتني خالق وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. فرد عليه المال قائلا يا ابن ادم بل انا الذي جعلتك تدخل على الملوك بدون اذن، وانا الذي جعلت الناس يقبلون شفاعتك، وانا الذي جعلتك تجالس عظماء القوم، فلا تلمني وانما لم نفسك. لو انك انفقتني في الخير ما تأبيت عليك، ولكنك انفقتني فيما يقدر الله فلا تلمني، فلست افضل مني، فانا من تراب وانت من تراب.
واحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعوا الصلاه على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. فجئت سيدنا علي اموالكم قسمت بيوتكم سكنت نساؤكم تزوجنا بغيركم. هذا خبر ما عندنا وما خبر ما عندكم. ثم انصت قليلا وقال لمن حوله والله لو شاء الله لهم ان يتكلموا لقالوا ان خير الزاد التقوى. ان خير الزاد التقوى. ولذلك المال ما بيسكتي البيت ابدا. كل واحد في البيت ما يتحرك. الاهل والاصحاب والاصدقاء يمشون الى ان ياتوا الى المقبره. عند المقبره يقولوا لها صاحبهم اتفضل انت ده واحنا راجعين البيت. حتى الولد اللي بيقعد يقول له يابا سيبوني لما ادخل القبر وراه. انا مش حاسس الا اذا حشرت جوه القبر. ما سيبوش لوحده ابدا. طب اذا كنت راجل من ظهره بتدخل القبر. اهو ده ما فيهوش جوه القبر ده. حتى يعمل ايه؟ يموت على طول. يموت بلا عليه يموت على طول. هذا كله تمثيل. ارجع روح بيتك. ولسه قبل ما يسأل الرسول الملكين يكونوا بيتخانقوا على تقسيم الترك. ولسه الراجل بيقول له من ربك ما تقول في الرجل المبعوث فيكم. ما سمعنا الصلاه على سيدنا محمد. اعلم يا ابن ادم انه لا بد لك من قرين يدخل معك قبرك وهو حي وتدخل معه وانت ميت. ان كان كريما اكرمك وان كان لئيما خذلك فاجعله صالحا فانه عملك. فانه ايه؟ عملك. فانه عملك. ولذلك لما عوف ابن مالك رجع وقعد مع ابنه اللي كان غايب قام الواد يقول لابوه يا ابت ماذا كنت تقول انت وامي وانا غائب؟ قال له يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهما لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة تتسع شيئا فشيئا حتى اخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة. فما الذي وسع سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. من الذي فرج هذا الكرب العظيم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فاكثروا منها تفلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله.